نقول لكم باللي اليوم انا درت واحد البروجي ديالي، واحد المشروع. واهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير. مرحبا والف مرحبا بكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. المهم كان غبر عليكم الصراحه هاد الايام، ولكن الحمد لله كما ديجا قلت لكم راه ان شاء الله جاي الجديد، هو هذا الجديد. الحمد لله يا ربي على كل حال، واخا الا غبرت عليكم شي شويه، المهم راه جبت لكم الجديد الحمد لله. اليوم انا فرحانه، اش غادي نقول لكم؟ انا اليوم فرحانه واحد الفرحه اللي ما عندهاش الحد، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفرحه ديالي كنتمنها لاي وحده، اي وحده كتمنى تحقق شي حاجه، اي وحده كتمنى توصل لشي حاجه. كوني اختي كما كنقول لكم دائما، كوني غير انسانه طيبه، وكوني انسانه زوينه، وكوني كتبغي الخير للناس، وكوني انسانه مكافحه وصباره، وكوني اكيده غادي يجي واحد النهار اللي غادي يبقى كلشي ذكريات في حياتك. كوني اكيده باللي غادي يجي واحد النهار اللي غتكوني دائما فرحانه، ولكن باش توصلي لواحد الفرحه راه خاصك تكوني عانيتي بزاف وصبرتي وتقهرتي وتقجيتي وتحطمتي وبكيتي وغوتي وما سمعك حد. والحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم كاملين، كل وحده اللي كتبغي حسنيه ولا اللي ما كتبغينيش ولا اللي غتفرح ليا ولا اللي ما غتفرحش ليا، انا كنطلب الله سبحانه وتعالى يعطيكم كاملين حتى يغنيكم. كنطلب الله يعطيكم هذه الفرحه اللي فرحانه بها انا. الحمد لله قدرت نحقق واحد الحلم من الاحلام ديالي. مش حال هذه منين كنت، شحال هذه وانا كنتمنى نوصل لهذا النهار اللي وصلت له اليوم. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا ربي. واخا ماشي شي حاجه كبيره، ولكن نتوما عارفين انني انا في القناعه والحمد لله قانوعه بزاف. واخا شي حاجه كتكون بسيطه، تقدر نتوما تجيكم بسيطه، ولكن انا اي حاجه كتاثر فيا، اي حاجه كنكبرها واخا كتكون صغيره كنكبرها. والحمد لله الانسان اللي كيكون طيب كيكون قلبه زوين، ربي والله ما يتخلى عليك، غير سيري بالنيه. واي واحد غدرك واي واحد مشى معاك بتحريميات ما تحاوليش تنتقمي منه، غير طلي من البعيد وبقاي كتفرجي، بقاي بعيده ما تنتقمي، ما تحاولي تفدي حقك بيدك. شكي للعالي، شكي لله سبحانه وتعالى، وتفرجي من بعيد وتشوفي شنو غادي يوقع، وتشوفي ربي الحبيب كيفاش غادي يبدل حياتك، وكيفاش الله سبحانه وتعالى غادي يوقف معاك وغادي يعاونك. ما يكونوش فيك تحريميات، حيت مول التحريميات راه ما كيوصلش. كوني ديما فيك النيه، واخا يظلموك واخا يظلموك واخا يعذبوك واخا يقهروك، قول حسبي الله ونعم الوكيل. حيت اللي ما عارفش هاد الكلمه ديال حسبي الله ونعم الوكيل راه ما عارف والو في الدنيا. غي قولي حسبي الله ونعم الوكيل ورجعي للور، وتفرجي شنو غيوقع من بعيد وانت كتشوفي. الحمد لله الحمد لله، حسنيه انسانه طيبه من اطيب خلق الله. انا ما عمري ما شفت شي وحده بحالها. انا ما كنشكرش راسي، ولكن كنقول الحاجه الواقعيه، حيت كنصبر على شي حوايج اللي مستحيل تصبري عليهم وانت كتشوفيهم بعينيك، وانت كتشوفي الظلم بعينيك وكتصبر. وكنحوز امري لله سبحانه وتعالى، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل. في اي واحد ظلمني، اي واحد قهرني، اي واحد خذلني، اي واحد فقد الثقه ديالي، يعني ما فهمتش كيفاش نقول، زعما درت فيه الثقه وخذلني، اي واحد ظلمني كنخلي ليه الله سبحانه وتعالى، وربي الحبيب كياخذ الحقوق. اليوم اخواتاتي نتوما اللي غادي تخليوا لي في التعاليق شنو هي الفرحه اللي مفرحه حسنيه. انا غادي نقرب لكم وغادي نقول لكم باللي اليوم انا درت واحد البروجي ديالي، واحد المشروع اللي هو ديالي انا. نتوما غنخليكم تكتبوا لي في التعاليق كاملين، وجدوا راسكم الفيديو اللي غادي يكون غدا ان شاء الله باذن الله، قنبله قنبله الموسم. ومازال القنبله زين، هذه راه غير القنبله الصغيره البدايه، اما القنبله الكبيره مازال ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يا خواتاتي شوفوا، دائما كنتو كتقولوا عليا وكتقولوا لي حسنيه على الكفاح اللي كفحتي وعلى التمره اللي ضربتي، غير صبري يا حسنيه، دابا يجي واحد النهار اللي غيبقى كلشي ذكريات في حياتك. وانا كنقول لكم اخواتاتي باللي الحمد لله هذاك النهار اللي قلتوا لي حسنيه تسناي، راه واحد النهار غادي تولي بخير، راه واحد النهار غادي تولي تنتي مزيان. الحمد لله دابا انا في نقطه البدايه، وغادي ان شاء الله درجه درجه الى بغيتي توصل.
اي واحد بغى يوصل بالحلال وبغيتي توصلي دقه دقه، كوني اكيده باللي كتبداي شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، حتى شي حاجه ما كتجي في نهار، راه فاش ما تبناش في نهار، شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه، حتى نحققوا الاحلام ديالنا ونوصلوا لذاك الشيء اللي كنتمنوا ليه ان شاء الله. كيف ما ديما كنقول لكم، وهذه الكلمه راه ما غنحيدهاش من بالي، واخا كيقولوا لي في التعليق راكي كتقولي هذه الكلمه بزاف، ولكن انا راه هذه الكلمه هي اللي ما غنحيدهاش من بالي وما غنحيدهاش من راسي، وهي اللي غادي توصلني هذه الكلمه اللي ديما كنقولها وكتقولوا لي راكي كتعاوديها بزاف، اللي هي كوني دائما نيه، وكوني دائما نيتك طيبه، وكوني والله تنيه الطيبه كتغلب، والله مهما تعاملوا معك بتحريميات، مهما خدلوك، مهما هضروا فيك، مهما عذبوك، مهما قهروك، مهما، والله تنتي الرابحه اختي، والله تنتي الرابحه. شوفي دي من اختك حسنيه، بزاف ديال البنات اللي كيقولوا لي حسنيه ما تبقايش تغبري علينا، راه كناخذوا من عندك واحد الطاقه ايجابيه، راه كناخذوا من عندك النصائح. انا النصيحه اللي كنعطيك اختي العزيزه، كوني نيتك طيبه، ما تكونيش شريره، ما تحسديش الناس، اي واحد شتيه واخا يكون العدو ديالك، شتيه تزادت عليه شي حاجه فرحي ليه، قولي الله يسهل عليه، الله يعطيه، الملائكه كيقولوا لك ولا كابل مثل. اما الا 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 بغيتي له الحاجه الخايبه وبقيتي كدعي فيه وكتمنى ليه الحاجه الخايبه وديما ديما مقلقه مع راسك، ما عمرك توصلي، ما عمرك تزيدي القدام، ديما ما تسوقيش للناس، كوني دون تسوق في حياتك، كوني دون تسوق، ما تديهاش في الناس، ما تقولش هذيك شنو غتقول عليا، هذيك غدير عليا، هذيك وما عندكش الوقت اختي للضياع مع الناس ولا تفكري في الناس ولا شنو غايقول عليا، ونكون انا مزينه علاقتي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وما يهمنيش البشر، اللي بغى يقول فيا زوينه يقولها، اللي بغى يقول خايبه يقولها، اللي بغى يقول اي واحد غيعبر على المستوى اللي هو كابر فيه واللي هو مربي فيه. فهمتي اخواتاتي، دائما كوني انسانه زوينه، وكوني انسانه طيبه، وكوني انسانه متسامحه، وكوني وشوفي النتيجه كيفاش غادي تخرج لك. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ماشي مني انا، انا غير كنقول داكشي اللي كاين، اما راه وعد من الله سبحانه وتعالى باللي الصبر حبيب الله، واي واحد كيصبر الله كينال، الله سبحانه وتعالى كيستجب الدعاء ديالك. كوني دائما انسانه مزيانه وتشوفي والله ربي الحبيب ما يخيبك. وكما قلت لكم اليوم غادي نخليكم نتوما اللي غادي تكتبوا لي في التعليق، نشوف شكون فيكم اللي كتعرفني مزيان من يعني راه باين، راه باين، راه باين، المهم كل شيء باين، وان شاء الله كل شيء غادي يتقاد، مازال غنقاد هاد السنينات حتى هما ان شاء الله، اللي بزاف كانوا كيعايروني وكيسبوني بالمسندره الدايره الفاعله، مازال الخير جاي القدام يا خواتاتي، غا وجدوا لي راسكم، ها وجدوا وجدوا وجدوا، مازال ان شاء الله غنضحك حتى تبقى تبان لي الدرس هاد العقل، وغتشوفوا الابتسامه هوليوديه من الدرس هاد العقل حتى للدرس هاد العقل، هادشي كله غيبقى ذكريات حسنيه، غادي تصغار اختي، غادي نولي للعشرينات. المهم انا دابا راه في الثلاثينات اختي، انا راه بنت التسعينات، من التسعينات الله اعلم، المهم انا راه بنت التسعينات ودابا راني في الثلاثينات، وان شاء الله مازال غنرجع للعشرينات، قولوا لي اختي واش كنرجع للعشرينات ولا لا. شوفوا راه السنان هما المراه، السنان هما الوجه، الا كانوا السنان مسطرين راه غير كضحكي كتبان الابتسامه والهيوضيه، ولكن اختي حتى دابا انا تايقه في راسي، زعما راه عاجبني راسي، ماشي زعما راه ما عاجبنيش راسي ولا كنكره راسي حيت سناني ما زوينينش ولا لا، بالعكس انا فرحانه وكنضحك وكنبينهم ليكم، وزعما راه انا دون تسوق، مازال شحال هادي قبل كنت كنمرض، كنت هادشي كيأثر فيا، الا قالت لي شي وحده المسندره، الا قالت لي شي وحده سنانك سيري صايبي سنانك سيري ديري، كان كيأثر فيا هادشي كنمرض، ولكن دابا مات القلب اللي عنده الاحساس، قلبي ما بقاش كيحس، مات الحاسه، مات، ما بقيتش كنتسوق، ما بقيت كنديها لحد، اللي بغى يقول يقول، اللي بغى يعاير يعاير، اللي بغى يسب يسب، اللي بغى يدعي يدعي، كنقول لهم كاملين ولكم بالمثل، اللي تمنى لنا الخير الله سبحانه وتعالى غيعطيه الخير، واللي تمنى لنا الشر ولاه بالمثل. فهمتوا كيفاش اخواتاتي، هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديال اليوم، وانتم اللي غنخليكم تكتبوا لي في التعاليق، ونتمنى منكم هاد الفيديو تبارطاجيوه، وان شاء الله الله يسهل عليا وعليكم وعلى كاع المسلمين وعلى اي وحده كتمنى توصل لشي حاجه، والدعاء ديالي راه مقبول، حيت انا راه ماشي انسانه عاديه، يمكن اول مره كنقول لكم هاد الهضره باللي انا ماشي انسانه عاديه، وان شاء الله الدعاء ديالي اللي كندعي معكم راه مقبول، واي وحده تعدات عليا ولا قاصدني راه والله ثم والله بلا ما نهضر وبلا ما نقول لكم، فكنتمنى لكم كاملين الخير، وكنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير،
وهنايا غادي نقول لكم في هذا الفيديو هذا بسلامة عليكم وتهلاو في راسكم. الفيديو ديال غدا ان شاء الله بالإذن الله سبحانه وتعالى الى الله بغى وكتاب لينا وبقينا في الحياة، غادي نحط لكم واحد الفيديو اللي غادي يكون قنبلة الموسم، وان شاء الله شويه بشويه، المهم ما نحرق لكمش المراحل في مره واحده، غادي جايكم طاب ايزي طاب ان شاء الله. وبسلامة عليكم، الله يحفظكم ليا.